اول حاجه انا مبسوط جدا ان معاكم والله بجد شباب، مفرح جدا وسعيد بوجودي معاكم وسعيد بوجودي في موقع اتفرج، وكويس ان احنا فرصه جيده ان احنا نوضح امور كتير جدا لمشاهدينكم والمتابعين بتوعكم. يمكن بشكل عام هي في طبيعه المعركه اللي احنا عندنا في نادي الزمالك للاسف مش زي معارك كتير، كلها انتخابات ودايما بقى في اجواء فيها نديه وفيها شراسه، لكن عندنا واخده طابع تاني خالص، ان انت ساعات بيبقى في محاوله لعرقلتك ومحاوله لاستبعادك او لاقصائك باي طريقه كانت، سواء مشروع او غير مشروع. وهو ده يمكن اللي احنا كنا نتمنى كنادي كبير زي نادي الزمالك ما يتحطش في الموقف ده، كنا نبقى المنافسه او مش عايز اسميها خصومه، نسميها منافسه شريفه لمصلحه كيان كلنا عايزين نخدمه. فمش قادرين نفهم ما الداعي ان يبقى في حد ممكن يكون بيفكر انه يحول الصراع لصراع شخصي او لصراع فيه اجراءات فيها اقصاء. دي كم نوع حاجات انا في وجهه نظري لازم يعني اي حد عنده منطق واي حد عنده عقل لازم يسال هو ليه الخناقه عليه لما هو عمل تطوعي، عمل المفروض يعني تكليف مش عمل مش تشريف، فبناء على ايه دايما في صراع وفي محاولات للهيمنه والتكويش على الانتخابات يعني بشكل عام. فبناء عليه حصل اليومين اللي فاتوا الاحداث اللي حصلت اللي هي كانت ساخنه بالنسبه للناس، ان توصيه من مجلس الاداره وده وفقا للائحه خد توصيه ان هو يقصي كل قائمه كابتن احمد سليمان علشان اجراء او خطا من وجهه نظره في الاجراءات، رغم ان هو طبعا مش خطا في الاجراءات والقانون اثبت ده واللجنه الاولمبيه انصفتنا، ولكن فكره نفسها ان انت بتدور عليها دي محاوله بس للعرقله، محاوله للتعطيل، محاوله لتشتيتك، محاوله لخرجك عن تركيزك، لان انت مثلا هتبقى ما تكونش بقى تظهر في مكان اعلامي ولا كل شويه هتعمل دعايه لنفسك، لا هو يعطلك يومين دعايه عن نفسك ويعطلك يومين عن ظهور في الاعلام والحاجات دي كلها زي ما قلت لك يعني معركه انا شايف انها كنت اتمنى انها تبقى اكثر نزاهه، خاصه لو انت عندك ثقه في نفسك، لكن اي حد ما عندوش ثقه في نفسه اعتقد هو اللي هيمارس الامور دي. فبشكل عام كنا متوقعين اللي هيحصل وكنا واثقين ان احنا اجراءاتنا سليمه، كنا حريصين جدا قبل ما نعمل اجراءاتنا انها تبقى سليمه على فكره، ومشينا نفس مشينا على اللائحه اللي اتعملت، يعني بالعكس ده يمكن الخصم هو اللي مشي على اللائحه بتقول ان انت تروح احد المستشفيات الحكوميه، لا ده انت جاله لجنه جوه النادي، وحتى لو في نادي التزوير بزمتك اللي راح المستشفى الحكومي عمل تحليل، ولا اللي جاب لجنه جوه النادي واتنقلت العينات من جوه النادي بعربيه ايا كان العربيه وراحت لمكان، يعني انهي الاقرب للتزوير او انهي الاقرب لنيه التزوير. فبشكل عام احنا عملنا المطلوب مننا في اللائحه بحذافيره، رغم ان احنا عندنا اعتراضات كتير جدا على اللائحه، بس في الاخر احنا ده السياق اللي نقدر نشتغل عليه.